ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهارده على توقعات يوم 29 اكتوبر لعام 2022. مبدئيا يوم 29 هيكون يوم متغير شويه، يعني هيكون النهار بالنسبه لنا القمر موجود ببرج القوس، بعد كده بينتقل للجدي. خلينا ان احنا ندخل في الموضوع على طول، نتكلم على توقعات كل برج على حده، ونتكلم على نصيحه لكل برج. نبدا ببرج الحمل. برج الحمل النهار بالنسبه لنا هيكون رائع كتير، فعلينا ان احنا نستغل النهار قوي. علينا ان احنا لو عايزين نخلص مشاوير، اجراءات، تعاملات، لان بالنسبه لك النهار هيكون فيه حظ وفير. عارف كده لما تتخذ خطوه والخطوه دي تكون ميسره، فيها كتير من الايجابيه، كتير من القوه والتميز بالنسبه لك، اذا الوضع كتير ايجابي. فاذا علينا ان احنا نتخذ عده خطوات خلال النهار، تصليح علاقات، مشاوير مهنيه، اجراءات مهنيه، كل ده بالنسبه لنا هيكون امر مناسب جدا. لكن برج الحمل للوضع المتعلق بيه اللي هو فكرة يعني آخر اليوم، إن أنت تدخل في شيء جديد، هتكون حريص، هتكون حريص من قراراتك، هتكون حريص من الانفعالات، من العصبية. تاخدوا بالكم كويس قوي في القرارات اللي ليها علاقة بتنازل، بيع، شراء، أو شراء لشيء، أو إن أنت تاخد حاجة. فخلي بالكم كتير من القرارات المتسرعة عامة. لكن نهار اليوم بالنسبة لكم لطيف كتير، وحاولوا تستغلوا نهار اليوم في أيا كان إيه. ما بلاش إن إحنا نتكاسل ونقول لا النوم ياخدنا والجو ده، لا بالعكس، خلينا ان احنا نكون اكثر انطلاق. ده بالنسبة لبرج الحمل. اما برج الثور، برج الثور اليوم بالنسبة لك هيكون حلو في حاجة واحدة، ايه هي؟ انك تحضر ليوم غد، تحضر لاخر اليوم بيوم غد لما القمر يكون موجود ببرج الجدي، وقتها الوضع يبقى مناسب كتير ليك. لكن وجود القمر بالقوس ده هيخلي عندك نوع من انواع شويه العصبيه في القرارات المهنيه والجدل في الشأن المهني، هيبقى في بعض الخلافات، الاختلافات، فلازم نكون حذرين كويس جدا يا برج الثور من ان احنا نعمل اي خلاف او اي مشكله او اي امر جدلي. لازم نكون حذرين من فكره ان انت تدخل عند حد، او مجازفه، المجازفه المهنيه غير مطلوبه، المجازفه الماليه غير مطلوبه. فلازم نكون واخدين بالنا كويس جدا جدا من الامور المهنيه واصدقاء العمل والمجازفه المهنيه. لازم نكون هادين، وما بلاش اتخاذ مشاريع او مجازفه سواء بمال في خلال اليوم، بل عليا ان انا احضر نفسي، احضر خططي، احضر خطواتي، لقاءاتي، تجمعات، مش عارف ايه، ليوم غد اللي هو يوم 30. اما برج الجوزاء، برج الجوزاء عندنا يوم هيكون لطيف كتير، يوم هيكون في دعم من الآخرين، في ترابط، في صداقات، في أشخاص هيدعمونا بعدة أفكار، عندك كتير نشاط فكري، سرعة بديهة عالية خلال اليوم. بالنسبة لك أنت داعم قوي لذاتك، كمان هيكون في العديد من الأشخاص اللي هم قد إيه ممكن يدعموك، وفي تقارب حلو جدا وتواصل بينك وبين الآخرين. فإذا عندنا أجواء هتبقى رائعة، أجواء مميزة، أجواء هتبقى كتير في لطف كده في ما بينك وما بين الناس، هتحس إنك محبوب أكتر، متقدر أكتر من الآخرين. فبالنسبة لك ده شكل اليوم وطبيعة اليوم يا برج الجوزاء. اما برج السرطان، برج السرطان اليوم خلي بالكم كتير من الضغط النفسي، لان في حد ممكن يضغطك نفسيا، برغم ان ممكن يكون في امور مفرحه حواليك، الا ان الامور حتى المفرحه دي جايه على شده. عارف لما تبقى عندك مشوار انت فرحان بيه، بس مشدود طول ما انت ماشي في المشوار ده، مشدود بسبب انك خايف من عقبات، في شخص مضايقك، في نرفزه قابلتها، في فاهمني؟ عارف زي بالظبط لما تبقى رايح مشوار والمشوار ده لطيف كتير بالنسبه لك، رايح تلتقي بحد مهم، حد ايجابي، يعني حاجه حلوه يعني، بس وانت ماشي حد يقفل عليك بعربيته، فيبدا ان انت تتخانق معاه وتدخل في جدل ومشاكسه. بالظبط، فاليوم بالنسبه لك ممكن يكون في شيء صار، بس في حد ممكن يضايقك. طيب اليوم انت لو عندك متطلبات ثقيله نوعا ما، انت المفروض ان انت تمشي فيها واجراءات ثقيله، خليها ليوم 30 افضل من 29. اما برج الاسد، طبعا 29 هيكون افضل لك خاصة النهار، فحاولوا على قد ما تقدروا خاصة في تصليح العلاقات، وقتها يكون حلو كتير لتصليح العلاقات، للتقارب بينك وبين الاخرين، لان انت يحصل انسجام ما بينك وما بين شخص ما. برج الاسد احنا عندنا يعني يوم حلو في الود والترابط بينك وبين الاخوات، الاب والام، احد الاولاد،
يوم في خبر صار متعلق بمواليد، يعني بنفرح بأولادنا، في لقاء مهم بأولادنا، في تجمع إيجابي كعائلة. بالنسبة لنا هيكون يوم حلو إن أنتوا تتخذوا خطوات كبداية، يوم حلو إن احنا نستكمل أمور ابتدينا فيها ووقفناها. اليوم أحلى بكتير من يوم 30، فعلينا استغلال 29 خاصة النهار. اما برج العذراء، برج العذراء طبيعي جدا ان اقول لك يوم 30 هيكون افضل. اليوم ده يوم 29 هيبقى فيه حذر من خلافات عائليه او جدل عائلي او شراكات عائليه. لازم اكون يعني واخد بالي كويس جدا ان ما تدخلش في امور قانونيه، امور قضائيه، امور تخص اموال، امور تخص شراكات، امور تخص امور مهنيه مع عائليه، يعني ان انا اكون شريك مهني مع العائله. فلازم اكون حذر جدا يا برج العذراء من هذا الامر. طيب برج العذراء النقطه الثانيه، ان اليوم حلو ليه ان احنا نحضر مشاورنا، اجراءاتنا، تعاملاتنا، تصالحاتنا، خطواتنا ليوم 30. فاذا اليوم حضروا فيه اموركم فقط، ونبعد عن المشاكل العائليه والجدل والنقاشات العائليه قدر الامكان. برج الميزان، برج الميزان اليوم بالنسبه لك هيكون في ود، في علاقات، في تقارب، في اتصالات، ان انت بتتعرف على اشخاص جديده بحياتك. اليوم هيكون لطيف اكثر، في ان انت يبقى في شيء جديد كده في حياتك يا برج الميزان، كانك بتتعرف على حد جديد، كانك حاجه بتنولها، يعني في موضوع بالنسبه لك بتحصل عليه، في حاجه بتحصل عليها، في نجاح بتوصل له. فاذا اليوم قد ايه هيكون ايجابي جدا، اليوم هيكون داعم كتير ليكم، اليوم مليء بالخطوات الناجحه ليكم جدا. فيوم حلو، حلو ان انتوا تدعموا ذاتكم وان انتوا تتخذوا خطوات. اليوم افضل من يوم 30 ان احنا نتخذ خطوات او اولى للعلاقات والود والتقارب، لان كمان الحاله المزاجيه بتاعتنا هتكون لطيفه نوعا ما. برج العقرب بقى، برج العقرب خلي بالكم عندكم مصاريف كتيره، بس اليوم مش حلو للمجازفه الماليه، يعني لازم اخلي بالي كتير من المجازفه الماليه، المجازفه المهنيه. لازم اكون حريص جدا جدا على التعامل المالي ما بيني وما بين شريك، او ما بيني وما بين اداره مهنيه. يعني فكره ان انا ادخل مشروع فجازف فيه بمال، لا مش حلو. واصلا المجازفه المهنيه كمان مش لطيفه خلال اليوم. اي نعم مدعومين من الشمس، مدعومين من عطارد جدا، فده حلو، لكن ومدعومين طبعا من كوكب الزهره، لكن اللي هي المجازفه في مشاريع، بدايه مشاريع، او ان انت تجازف بمشروع واحنا كمان مش دارسين امره ايه، وان انت تجازف بمال، ده حاجه هتبقى بالنسبه لك ممكن توقعنا في مشكله. النقطة الثانية ان احنا هنكون حذرين في تعاملاتنا المالية، كأمور ضريبية، أمور حسابية، تعاملات بنكية. فلازم اكون واخد بالي كويس جدا، لان ممكن يحصل فيه لخبطة في المال، لان كمان عندك متطلبات مالية كتير ومصاريف كتيرة. برج القوس، برج القوس اليوم بالنسبه لك لطيف جدا، يوم هيبقى مدعوم، يوم ايجابي. حاولوا كتير ان انتوا تستغلوا طاقه اليوم ليه ان انتوا تبقوا افضل، لان انتوا تبقوا احسن، لان انتوا تبقوا اقوى. يوم هيكون بالنسبه لكم فيه سعاده، ان انتوا نفسيا هتبقوا قد ايه مرتاحين. يوم بيدعمكم في اتخاذ خطوات جديده، يوم بيدعمكم في تصليح علاقات، في كتير اصلا ود وتقارب بينكم وبين الاخرين. في يوم هتحسوا ان هو اللي هو انك في انسجام ما بينك وما بين الناس اللي حواليك. فاذا استغلوا طاقه اليوم جدا. برج الجدي، برج الجدي يوم 29 نخلي بالنا من المواقف العدائيه والخلافات العدائيه، خاصه العداء مع الاهل. لازم اخلي بالي لان في انتقاديه مع الاهل، خاصه لو الاهل هم من ابراج ترابيه، او في حد منهم من ابراج ترابيه او ابراج مائيه. لازم اخلي بالي من الجدل، من المشاكسه، من العند، لان ممكن ده يتطرق بالنسبه لنا ان احنا ندخل في امور عدائيه وخلافات وخناقات، وممكن يكون في قطع علاقات. فلازم اكون حريص جدا. اليوم ما تتسرعوش في اي قرار، في اي تعامل، في اي اجراء، لازم اكون بحسبها صح. حاولوا كتير ان انتوا تعملوا خطة ليوم 30، اللي هو فكره اللي هو يعني اقول لكم على حاجه، انا من بالنسبه لي عندي كده نوت صغيره اللي هو اقعد اقول فيه انا هروح ايه، هعمل ايه، ناقص ايه، عندي ميعاد في كذا، ميعاد في كذا، الحاجات دي. ان انتوا تعملوا يعني حاجه ليها علاقه بجدول لنفسكم، عارفين اللي هو فكره الجدوله، يعني تعمل حاجه جدوله كده لنفسك، اللي هو تشوف انا هعمل ايه، هروح فين، ده هيحدد ايه، ده كذا، ده كذا. طول ما انت بتعمل جدول على ورق، طول ما ودماغك هتبقى متقسمه تقسيم صح. فده انت محتاجه جدا، انك تعمل تنسيق لنفسك خلال يوم 29 عشان يوم 30 تبقى خطواتك تبقى مدروسة، او خطواتك تكون افضل. تمام، ده بالنسبة ليكم يا برج الجدي، ونبعد عن الامور العدائية والمشاكل والخلافات والمشاكسات. اما برج الدلو، برج الدلو اليوم بالنسبة لك هيكون يوم كتير لطيف، عليك استغلال 29.
خاصة النهار 29 عشان القمر بالمنزل ال 11. ما تنساش الشمس، عطارد، الزهرة معاكسين معاك جدا، فإذا مش ناقصة كمان القمر يكون في وضع عدائي. فلازم يوم 29 يا برج الدلو نخلص مشاوير، إجراءات، تعاملات، إلخ قبل يوم 30، لأن هيجي يوم 30 هقول لك نريح نريح وش ناخده أجازة. فإذا يوم 29 هو يوم لطيف كتير بالنسبة لكم، علينا اتخاذ فيه خطوات ويبقى عندك أصدقاء حلوين وتعاملات جيدة ودعم من الآخرين. برج الحوت، برج الحوت بالنسبة لك يوم هتاخد بالك كتير من قراراتك، خاصة القرارات المهنية والقرارات المتعلقة بتعاملات بنكية، تعاملات قضائية، تعاملات قانونية، تعاملات ليها علاقة بأمور ضريبية. لازم اخلي بالي كويس جدا من القرارات، ما بلاش ان انا اقول انا هنهي الموضوع، لا انا هبدأ الموضوع، لا انا هعمل كذا، لا انا اسوي كذا، لا لازم اكون حريص جدا في جميع قراراتي. كمان انك انت تتخذ خطوات مش محبذ يوم 29 من الناحية الفلكية، لكن يوم 30 هيكون افضل جدا جدا ليكم. ده بالنسبه لي برج الحوت، وده بالنسبه لتوقعات يوم 29. بتمنى كتير ان اكون فدتكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.